نرجع تاني ونتكلم على فريق نادي الزمالك والامور الفنيه النهارده وكارتيرون النهارده ممكن يبدا ازاي من وجهه نظرك ابو العلا؟ يبدا طبعا الضغط او لازم يكلم الفريق النهارده ان هو لو وصل للمرمى كتير لازم يحاول يهدف يحاول ينهي المباراه لان هو كارتيرون الحقيقه مع الزمالك مقدم شكل كويس بيويد كده يعني الزمالك في اي مباراه اكتر من 7 8 9 فرص على طول على المرمى. بص سيف انا من ساعه ما كارتيرون جوي انا عاجبني ان هو قلت لك موسع قاعده اللعيبه عنده مش بس مضيق على 14 15 لعيب بس لا عنده جاب كمان الناشئين دخلهم في القصه 5 تغييرات بيحاول يستغلهم بيغير كمان من التشكيل من مباراه لمباراه بحيث انه يكون وصل لفورمه كويسه قبل بطوله افريقيا او كمان يكون حاط ايده على النقاط اللي ممكن تكون ناقصاه استعدادا للموسم الجاي. اللي بس اللي انا يعني ممكن نتكلم فيه ان انا اهدار الفرص الكتير قوي ده بيديني احساس بعدم الجديه. هل مثلا حاسين بطوله الدوري بعيده شويه عنهم رغم ان احنا شفنا امبارح تعادل ده من النادي الاهلي؟ بس انا هنا مختلف معاك هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. لا انا شايف اهدار إن الفرص في اهدار فرص ان انت متعصب عايز تهدف عندك حماس زياده وفي اهدار فرص ده رعونه بقى وده موضوع تاني. كان في حاجات كانت ممكن تصل ان هي فيها عدم مصطفى الحقيقه مصطفى مش لا كده مصطفى لا مش بتكلم مصطفى بتكلم بشكل عام انا اتكلمت عن مصطفى بشكل شخصي مصطفى متعصب شويه عصبي لكن انا بتكلم بشكل عام هل احساس ان انت مفيش جديه في انهاء الهجمه نفسه ده مديني احساس ان انت حاسس ان البطوله بعيده شويه بتاعت الدوري فدي اتمنى يحصل فيها مراجعه لكن كارتيرون بشكل عام انا عاجبني طريقه ادارته للقاءات كلها وطريقه ادارته للفرقه وللعيبه وان قد ايه مخلي حتى لما بيغير مثلا في مركز لعيب او اثنين او بيغير في التشكيل مره او اثنين او ثلاثه ما بحسش بدم انعكس على الفريق بالسلب بالعكس وحتى في التغييرات اللي بينزلها بحس ان في اضافه. محمد حسن قعد فتره بعيد تماما عن الصوره ابتدى ينزل وبقى ليه دور نفس الكلام معظم اللعيبه لما جاب حسام اشرف لما جاب اسامه فيصل ناشئين بيعتمد عليهم بيحاول يدخل كله في الصوره. اتمنى كمان عبد الله جمعه يبقى الفتره الجايه قريب من الصوره لكن كارتيرون بشكل عام انا النهارده لو بتكلم لا طبعا هو اكيد بيحترم فريق مقصه جدا فريق مقصه ابتدى لمساته تبان على فكره عليه كابتن ايهاب جلال ابتدت لمسات تبان ابتدى الرؤيه تبان ابتدى الكره الحلوه بتاعت ايهاب جلال تشتغل فهو لو اتفرج على فريق مقصه قدام اسوان هيلاقيهم ان هم بيحاولوا يلعبوا كره من رجل لرجل عنده تلت هجومي قوي جدا يا سيف فريق المقصه فالنهارده لازم يتعمل حساب كويس جدا للتلت الهجومي بتاع فريق المقصه عنده لعيبه تنهي الهجمات في اي وقت محمد ابراهيم لو موجود النهارده موزيس عبد الله مجدي عنده كمان التغييرات اللي موجوده سواء شمال سبيكلي او محمد رمضان او صلاح عاشور وصلاح امين كل دي لعيبه تعمل له خطوره في التلت الدفاعي فهو النهارده انا لو مكان كارتيرون لازم احاول ان انا اقتل اللقاء من بدري لو جالي فرصه ان انا ما اوصلش اللقاء يفضل الفريق اللي قدامي يعني عايش معاه لحد دقيقه 90 وخايف انت عايز تقول لي بدر بالهجوم من اول دقيقه